دلوقتي مشاهدينا هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان في مباراه مهمه جدا ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتفتتح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكتبتها الجديدة في مقرها بجاردن سيتي، وبتستهدف التنسيقية من إنشاء المكتبة المساهمة الفاعلة في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وده من منطلق حرصها على ارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات. وهتنظم مكتبة التنسيقية عدة صالونات ثقافية لمناقشة أبرز الإصدارات الثقافية من خلال استضافة العديد من الكتاب والمثقفين، وهتساهم المكتبة كمان من خلال فعالياتها في مناقشة قضايا المجتمع وبحث الحلول لها. النهاردة هتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مواد الفقه والحديث. وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات المهمة للطلاب والملاحظين. النهاردة لعشاء الكرة الإنجليزية هيكون معادهم مع نهائي كأس الاتحاد اللي هيجمع بين فريقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي الساعة 5 على ملعب ويمبلي.